يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد عندنا في المدرسة الابتدائية بعض الطلاب الأيتام، وقد يتم معاقبتهم أحيانا كباقي الطلاب لتقصير منهم أو خطأ وقع منهم، والقصد من ذلك أن نربيهم، فالعمل والعقاب لمصلحتهم، فهل فعلنا صحيح؟ نعم، التربية من صالح القاصر، يربى ولو بالضرب إذا احتاج إلى ضرب، لأن هذا من مصلحته. نعم.